قلت صافي حق الله كنقول انا انسانه قويه، انا انسانه قويه، انا انسانه قويه، ولكن كنجي حتى البنات بناتي نقطة ضعف ديالي، بنادة ونورهان البنات صافي اللي عطى الله عطى، مقدرش نخزن، مقدرش نخبي مرض ديال الله سبحانه وتعالى. أعمار بيد الله، والموت بيد الله، والحياة بيد الله، وكل شيء بيد الله، غير هو تبقى فيك الفراق، الفراق اللي صعيب، واللي عنده الوليدات صغار اللي عنده الوليدات صغار اللي تبقى فيه الحال يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقى فيا غير بناتي لما غنخليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخواتي أخواني، اليوم غادي نتكلم على صباح بيوتي. صباح بيوتي كيف كتعرفوها هي داك المرأة المكافحة على جوج بنات يتامى، أصيبت مؤخرا على حسب قولها أنها لقوا عندها ورم، وداروا على البيوبسي ولقوا بأنه ورم سرطاني، وللأسف أن هاد المفاجأة الصاعقة على هاد الأم اللي يعني هي التي تقوم بالتكفل بهاد جوج البنات اليتامى، ما عندهمش لا معيل ولا يعني واخا كاين الاسره، ولكن هي المعيل الوحيد لهاد البنات بعد وفاه الاب ديالهم. كنعرفوا الصراع ديال صباح من اجل يعني من اجل استرجاع الحق ديال الابناء ديالها في ممتلكات الزوج، والالم اللي عشته في طيله من بعد وفاة الزوج، يعني كل هاد الألم وهاد الحالة النفسية اللي كانت فيها صعبة. ف يعني كان الخلاصة هو سرطان الثدي، والأطباء كيأكدوا بأن الحالة النفسية المرضى سرطان الثدي لابد أن تكون يعني حالة إيجابية باش يقدروا يعني يتغلبوا على المرض. لكن من خلال هاد الفيديو كيترأى لنا أن يعني صباح في واحد الحالة نفسية صعيبة، يعني وقع لها واحد انتكاسة الحياة ديالها، ودائما كتكلم على البنات ديالها بأنها كتخاف عليهم وكتخاف على أنهم يبقوا بلا معيل وبلا مساعدة. فكنتمنى الله سبحانه وتعالى يمدها بالصبر ويعطيها القوة باش تواجه هذا المرض. هذا المرض كيتشافى يعني بواحد النسبة ديال حتى 90% إذا تبعته من البداية ديالو، إلى قامت بجميع الإجراءات اللي غيطلب منها الطبيب، يمكن يطلب منها الشيميوثيرابي يعني داك يعني العلاج الكيميائي، يمكن لها يعني تكون متبعة معاه وتقلب كذلك مع أطباء آخرون باش تزيد تأكد بأن هاد الحالة اللي عندها هي حالة سرطان حقيقي وليست يعني ربما يكون ورم حميد وخطأوا في البيوبسي، ربما الله أعلم كتوقع أخطاء. المهم تأكد من أن هذا المرض هو مرض سرطان حقيقي، ونطلب الله سبحانه وتعالى ينزل اللطف ديالو في هذا المرض ويشافيها وعافيها ويرجعان وليدتها سالمة غانمة. وغادي نخلي لكم يعني واحد الطبيب اللي متخصص في الأورام اللي غيتكلم على السرطان الثدي، على الألم اللي كيصاحب بعض الأحيان. الألم كيكون في الصدر وكنظن بأنه سرطان، ما كيكونش سرطان. المهم غادي نخلي لكم يوضح لكم الامر باش حتى اللي عنده شي يعني عنده شي ضبابيه في هاد مشكل سرطان الثدي ياخذ العبره وياخذ الفائده من هاد الفيديوهات. دمتم في رعايه الله، كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو، ما تنسوش من الاعجاب من فضلكم، هذا ليس امرا ولكن فضلا باش الفيديو يبان الناس ويستفدوا منه اكثر. هل ممكن يكون ألم الثدي علامة من علامات سرطان الثدي؟ وشو هي الأسباب اللي فعلا ممكن تسبب آلام ثدي غير أنه أسباب بتكون من الثدي نفسه؟ كل هالتفاصيل رح نحكي فيها، خلوكم معي.
الله يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ودردشة جديدة معي أنا الدكتور فادي. نحن دخلنا شهر أكتوبر، ومثل ما بتعرفوا شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. حنحكي بشوية حلقات عن مواضيع بتخص الثدي، بس بدي بلش بمواضيع غير مطروقة. ما بدي أحكي عن أعراض سرطان الثدي، ممكن نحكي فيها فيما بعد. ما بدي أحكي عن علاجات سرطان الثدي، بدي أحكي عن موضوعين هالحلقة والحلقة الجاية، موضوعين جدا مهمين ودائما النساء بتخوفوا منهم. الموضوع الأول وهو موضوع حلقتنا اليوم هو عن ألم الثدي، وهل فعلا ألم الثدي ممكن يكون علامة لسرطان الثدي ولا لا؟ الحقيقة ألم الثدي هي مشكلة شائعة جدا جدا ما بين النساء، وتقريبا ما في مرة إلا أو صبية إلا ما شكت بيوم أحد الأيام بقصة آلام الثدي. طبعا آلام الثدي هو أي ألم بيحصل بأحد الثديين أو كلاهما. عنا نحن كتير أشكال من آلام الثدي. في آلام الثدي اللي مثل ما ذكرنا بتكون بجهة واحدة، ممكن تكون بجهتين مع بعض، ممكن تكون مترافقة مع الدورة الطمثية قبل أو بعد الدورة الطمسية، ممكن تكون مختلفة في الشدة، مجرد تقل في الثديين إلى آلام شديدة وتكون آلام عاصرة جدا، قد تكون متدرجة في الشدة، قد تكون مفاجئة. الحقيقة في عنا كتير أشكال من آلام الثدي، وكلياتها ضمن عنوان واحد هو آلام الثدي. هلأ إذا ما نحكي الحقيقة عن أسباب آلام الثدي، الحقيقة بدي صنفهم أنا لسهولة الفهم. عنا ثلاث مجموعات أو ثلاث آليات ممكن نصنف آلام الثدي تبعا لهالآليات. أولا، قد تكون آلام الثدي هي علامة من العلامات الطبيعية بدون وجود أي مرض مسبب لهي الآلام، وهي نحن من إلا تغيرات فيزيولوجية للثدي الحاصلة نتيجة التغيرات الهرمونية. يعني بشكل آخر، ما في ست أو ما في صبية إلا ما بتشعر بنوع من آلام الثدي البسيطة أو الاحتقان البسيطة المتعلق بالدورة الطمسية طبعا، وهذا شيء طبيعي الحقيقة، لأنه الثدي هو أول عنصر أو أول عضو من أعضاء جسم المرأة اللي بيكون حساس لهي التغيرات الهرمونية اللي بتحصل أثناء وما قبل وما بعد الدورة الطمسية. طبعا هي التغيرات هي تغيرات طبيعية، وهي الآلام هي آلام طبيعية بتحدث. أحيانا قد يكون عند بعض الستات الثدي بيكون حساس زيادة شوي، أو أحيانا حتى الاضطرابات الهرمونية عند المرأة، أو عفوا التغيرات الهرمونية عند المرأة تكون متغيرة وليست بالرنج الطبيعي بوجود أمراض معينة أو بوجود حالة نفسية معينة، وبالتالي يكون الارتكاس للثدي تجاه هي الهرمونات أكثر شوي، ممكن يسبب لنا مجموعة من التغيرات اللي مثل ما حكيتها من الأول، هي تغيرات طبيعية هرمونية. من الأمثلة عليها هي التغيرات الكيسية أو الليفية اللي بنشوفها بالثدي. إذن هي أول مجموعة من أسباب الثدي. المجموعة الثانية بيكون في عنا فعلا مشاكل حقيقية بالثدي هي اللي عم تسبب الآلام. من هاي المشاكل هي الالتهابات اللي بتحدث في الثدي، ممكن بعض أنواع الأورام سواء السليمة أو الخبيثة، الرضوض اللي بتحدث نتيجة رب تحدث في الثدي، توسعات الأقنية. إذن عنا مشكلة طبية في الثدي قد تؤدي إلى حدوث هاي الآلام. إذن هاي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة الحقيقة من مسببات آلام الثدي بتكون السبب فيها خارج الثدي تماما، والآلام اللي بتشعر فيها الست هي عبارة عن آلام بتكون جاية من مصادر تانية طبعا. والمثال الأكثر شيوعا هون واللي دائما ما منشوف الستات فيه وخاصة حاليا هي الآلام العضلية اللي بتترافق مع آلام بجدار الصدر وآلام بالثدي. الآلام العضلية قد تكون مجرد تشنج في عضلات الصدر والرقبة والرقبة،
لا تصل أحيانا إلى وجود فعلا مشاكل حقيقية بالعمود الفقري والديسكات. يعني الديسك الرقبي بدي أعطيكم مثال، واحدة من الأعراض اللي بيحدث فيها هي آلام منتشرة إلى منطقة الصدر ومنطقة الأبطين، واللي بتفسرها غالبا الست على أنه هي ألم بالثدي. طيب هل ممكن الألم يعبر عن وجود مشكلة حقيقية كسرطان الثدي؟ أو هل فعلا سرطان الثدي ممكن يعطي أعراض مثل الألم؟ الحقيقة هي نقطة كتير مهمة، لأنه أي ألم بالثدي أول ما بيخطر لبال السيدة أنه قد يكون هي سرطان في الثدي. الحقيقة حأعطي جواب مريح، ألم الثدي هو ليس علامة تقليدية لسرطان الثدي، على العكس تماما، ألم الثدي هي علامة لوجود شيء سليم. سرطان الثدي غالبا يعطي أعراض عديدة، طبعا منها الكتلة وهي أهم عرض موجود، بنقدر نكتشف سرطان الثدي عن طريقه، أعراض جلدية، نزف دموي من الحلمة. إنما الألم غالبا هو ليس عرض من أعراض سرطان الثدي. والحقيقة غالبا عندما تراجع السيدة بألم ثدي ويكتشف أنه عندها سرطان ثدي، غالبا بيكون الألم هو سببه شيء تاني غير سرطان الثدي. وكتير حالات قدرنا نكتشف سرطان الثدي في مراحل باكرة عن طريق مراجعة السيدة بشكوى ألم ثدي كان السبب هو شيء تاني غير سرطان الثدي. إذن الألم هو ليس علامة من علامات سرطان الثدي. برجع منحكي، الآلام قد تكون في بعض الحالات هي علامة من علامات أمراض أخرى مرافقة لسرطان الثدي. كثير دراسات انعملت حول هالموضوع، وحاولوا يشوفوا انه فعلا ترافق السرطان مع آلام الثدي، وقديش نسبة الألم اللي منشوفه بالسرطان. وبالتالي هون منشوف مجموعتين من الدراسات مثل ما انكم شايفين. اول شيء انه في بعض الحالات فعلا ترافق فيها سرطان الثدي مع الآلام، وهي نسبة ليست كبيرة، هي نسبة ضئيلة. إنما الدراسات الأخرى اللي ركزت على موضوع هل فعلا هذه الآلام كانت سبب سرطان الثدي، مثل ما حكيت معظم الدراسات أكدت أنه إذا ما ترافقت آلام الثدي مع السرطان، فغالبا بيكون في عنا سبب تاني غير السرطان هو أحدث هاي الآلام. طبعا بوجود اي عرض او اي علامة او اي الم بالثدي، رغم انه نحن اطمننا هي ليست علامة من علامات سرطان الثدي، انما اي الم بالثدي سواء كان الم مزمن خفيف الشدة او شديد، يستدعي انه لازم نراجع الطبيب ولازم ما نهمل اي علامة او اي عرض ايا كان يكون. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، طيب نحن من خلال الالم كيف نقدر نشخص سبب هاي الالم؟ طبعا اولا عن طريق طبيعة الألم، كيف بلش؟ هل هو بجهة واحدة؟ هل هو بجهتين؟ هل هو درجته شديدة؟ كان حاد؟ هل عم يترافق مع أعراض تانية مثل تنمير أو خدران في الأطراف؟ هل الألم عم ينتقل لمناطق تانية؟ في عنا شغلات تانية مترافقة مع الثدي، سواء تغيرات جلدية قد تدل على التهاب، نزم من الحلمة، كتل ظهرت حديثا، هل في هناك تغيرات هرمونية عند السيدة؟ إذن كل هالتفاصيل الطبيب بيحاول ياخده ويسأل عنا السيدة ليقدر يوصل للتشخيص. طبعا الفحوص فيما بعد يجب أن تجرى، وهي مثل ما بتعرفوا الفحصين الأشياء اللي بنعملهم هون لكشف أي آفة بالثدي، هي فحص الماموغرام أو فحص الألتراساوند، اعتمادا على الشيء اللي نحن شاكين فيه، اعتمادا على عمر المرأة فوق 40 أو تحت 40. عن طريق هالفحصين الحقيقة نحن منوصل لتشخيص أي شيء كان موجود في الثدي. حساسية هاي التشخيصين حساسية عالية جدا لكشف إذا كان في شيء بالثدي سواء سليم أو سواء خبيث. أحيانا منلجأ لصور تانية إذا كنا شاكين بأنه السبب هو سبب خارج الثدي، وأشياء هاي الصور هو صور للعمود الفقري الرقبي، قد تكون صورة
اكس راي بسيطة، وقد تكون صورة رنين مغناطيسي اذا ما شكينا انه السيدة عندها اشياء او عندها افات قد تكون هي سبب، مثل الديسك الرقبي اللي بيكون بالرقبة، والحقيقة اللي هو سبب حاليا عم نشوفه كتير كتير، الديسك الرقبي هو سبب شائع جدا لآلام الثدي، ومعظم حالات الآلام الثدي اللي بتكون حادة بتترافق مع أعراض عصبية مثل التنميل أو الخدران بالطرف أو انتقال للآلام لجهة الأبط أو لجدار الصدر، آلام متعلقة بالوضعية، وقت بتكون آلام بجهة واحدة وليست بجهتين، آلام ما بتكون عم تترافق مع الدورة التنفسية أو التغيرات الهرمونية، غالبا بتكون السبب هي مثل ما حكينا آلام جدارية عضلية أو قد تكون ديسك رقبي. طيب كيف أنا بعالج آلام الثدي؟ الحقيقة العلاج بيعتمد على تشخيص شو سبب الألم اللي حصل، أو قد يكون علاج عرضي، يعني إذا اكتشفت أنا أنه في مشكلة فعلا، سواء التهاب، سواء تغيرات هرمونية، سواء تنخر شحمي نتيجة رد، اللي هو لازم أنا عالج السبب اللي أدى إلى حدوث هذا الألم. طبعا في عنا النوع الثاني من العلاج، هو العلاج اللي بيخفف حساسية الثدي اتجاه الهرمونات، لأنه مثل ما حكينا جزء كبير أو الغالبية الشائعة من آلام الثدي هي نتيجة طبيعية للتغيرات الهرمونية، وفي معظم الحالات بتكون شدة الألم مقبولة خفيفة لا تتطلب علاج، إنما الحقيقة في حالات قد تكون فيها الآلام الثدي شديدة متكررة ومؤثرة على الحياة الروتينية الطبيعية للسيدة. هون نحن الحقيقة لازم نعالج العرض، سواء بمسكنات، سواء أحيانا قد نتطلب لنعمل بعض العلاجات الهرمونية لتخفيف تأثير الهرمونات على الأثدى. ممكن نحن نعطي بشكل عام بعض المركبات الفيتامينية أو مركبات العشبية، وأشهرها الحقيقة هو فيتامين إي، أو مركب نحن بنقوله زهرة، زيت زهرة الربيع المسائية، هو من المركبات العشبية الشائعة لصحة الثدي، وتأثيره ما في أي ضرر ولا إله آثار جانبية، وبيخفف حساسية الثدي تجاه الهرمونات، وبيخفف أيضا تطور الأكياس والألياف، وبالتالي ممكن أيضا يخفف من آلام الثدي اللي ممكن تحصل. طبعا إذا كانت الآلام هو مصدرها مثل ما حكينا الآلام العضلية، التشنجات العضلية أو الديسك الرقبي، طبعا الأنواع الثانية من العلاجات مثل العلاج الفيزيائي، تصحيح الوضعية، ممارسة الرياضة، هي كلها كمان بتساعد على تخفيف الآلام اللي بتكون بالثدي. طبعا ودائما نحن في هون توصيات خاصة دائما بنعطيها للسيدة للحفاظ على صحة الثدي، بغض النظر في وجود آلام ولا لا، واللي هو الابتعاد عن الستريس، ممارسة دايت خفيف قليل الدهون والكافيين، لأنه له تأثير على التغيرات الهرمونية وبالتالي له تأثير على الثدي، ممارسة الرياضة مثل ما ذكرنا كمان له كتير دور في تخفيف وتصحيح التأثيرات الهرمونية على الثدي. الخلاصة الحقيقة إذا ما نحكي عن ألم الثدي، ألم الثدي هو مشكلة شائعة جدا، معظم الستات تشكي أو شكت في يوما ما من ألم الثدي. ألم الثدي هو غالبا علامة لشيء حميد، لشيء حسن، لا يدل على وجود السرطان، إنما النقطة المهمة يجب عدم إهمال أي عرض أو أي علامة. كل الستات لازم تراجع إذا حدث أي عرض أو أي علامة أو أي ألم، حتى في عدم وجود الألم لازم تراجع، ولازم يعملوا الكشف المبكر، ولازم يعملوا الاستقصاء، ولازم الاهتمام بصحة الثدي. بالنهاية بتمنى طمنتكم وعطيتكم أهم النقاط الأساسية حول ألم الثدي وعلاقته بالسرطان. بشوفكم بحلقات جديدة ودردشات جديدة إن شاء الله بالمستقبل.